إن الدين عند الله الإسلام. جهز حالك. أريد أن أقول بالنسبة للأخ، قلنا له أجر مرتين، هذا مما صرح به نبينا عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. ذكر منهم ورجل من النصارى آمن بي وأسلم فله أجر مرتين، هذا يعني أنه كان مؤمنا من قبل بشريعة عيسى عليه السلام، ثم لما تبين له الحق أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو حق أيضا آمن به، كتب له أجره مرتين. وليس كذلك من كان من النصارى ملحدا، لا هو نصراني ولا هو مسلم، ثم أسلم فهذا له أجر مرة. أما الذي كان نصرانيا فعلا على ما فيها من انحراف فإنه يؤمن فله أجره مرتين. أقول على ما في النصراني من انحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث بهذا الحديث وقال له أجره مرتين، إنما يعني النصارى الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام، والنصارى الذين قال الله عز وجل في حقهم في صريح القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهؤلاء هم الذين أحلت لنا ذبائحهم، ولذلك فما ينبغي أن يتشكك مسلم ويتساءل إيه هذول النصارى اليوم يعني يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد. فنقول كذلك كانوا في عهد الرسول عليه السلام، وهم الذين عناهم رب الأنام بالآية السابقة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا أي رجل من أهل الكتاب يسلم ويؤمن بالله ورسوله فله أجره مرتين، مر بإيمانه السابق على عجره وبجره، ومرة أخرى بإيمانه اللاحق الذي كله حق ليس فيه باطل. فنسأل الله لك أولا الثبات ثم الاستقامة على الحق، وهذا يوجب عليك والدين النصيحة أن تكون حريصا على التعرف على الإسلام الصحيح، وأقول آسفا على الإسلام الصحيح. لماذا؟ لأنه أصاب المسلمين ما أصاب الذين من قبلهم، أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى من التفرق في الدين، وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: واليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن الناس؟ يعني هم الذين لهم الصولة ولهم الدولة يومئذ. فصدق في أكثر المسلمين اليوم هذا الخبر: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخره. فالمسلمون تفرقوا، ولذلك فإذ أنعم الله عز وجل عليك بالهداية العظمى وهي الأولى، أن أنقذك الله عز وجل من النصرانية الشركية الوثنية إلى الإسلام الذي أولا يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ثم يأمر المسلمين كافة أن يصدقوا بكل الشرائع التي كانت قبل الإسلام، وليس كاليهود لا يؤمنون إلا بالتوراة، وليس كالنصارى لا يؤمنون إلا بالتوراة والإنجيل على ما فيهما من تحريف وتغيير وتبديل. فالمسلمون
مأمورون ديانة أن يؤمنوا بكل ما أنزل الله من قبل وبكل نبي أو رسول أرسل من قبل. فمدام أن ربنا عز وجل هداك الله لهذا الإسلام في عقيدة التوحيد أولا، ثم بشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ونبي حقا، فما عليك إذن إلا أن تتابع الطريق وتعرف ما جاء به الرسول مما اختلف فيه الناس. فأنت تعرف في مذاهب أحناف، شافعية، مالكية، حنابلة، هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي يسمونها بالفروع، في اختلاف في العقائد، في مذهب ماتريدي، في مذهب أشعري، في مذهب حنيفي، غير بقى الفرق الأخرى التي تسمع فيها الشيعة والرافضة والإباضية والخوارج والمعتزلة إلى آخره. إذن فعليك أن تكون حريصا لإتمام الهداية الأولى، أن تتعرف على شريعة الله عز وجل المستقاة من كتاب الله ومن حديث رسول الله ومما كان عليه السلف الصالح، أي الجيل الأول الصحابة والتابعون وأتباعهم، لأن هذه القرون الثلاثة هي التي شهد لها الرسول عليه السلام بالخيرية في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولتحقيق هذه الهداية المكملة والمتممة للهداية الأولى عليك أن تحقق آية في القرآن الكريم، ألا وهو قول رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه من واجبك علينا كأخي مسلم لنا، والدين النصيحة.